السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير وتكونوا مستفيدين من السيشنز اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن باكت فورواردنج جوه الفابريك. هنلم شوية كل الحاجات اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت مع بعضها في سيناريو واحد، فديت سيشن مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم اول حاجة عن كوميونيكيشن ما بين تو هوستس، بس هما الاثنين في سبنتس مختلفة عن بعضها لأنها أسهل حتة صغيرة من لو هما الاثنين في نفس السبنت. فخلينا كده نبتدي. بسم الله. أوكي، أول حاجة أنا عندي إيه هو السيناريو؟ عندي هوست A وهوست B، الاثنين دولت في different subnets. تمام. ايه المطلوب؟ ان هوست 2 عاوز يعمل بينج لهوست 1، هوست 2 عاوز يعمل بينج لهوست 1. هما هنا المفروض هوست 2 شايف ان هوست 1 مش معاه في نفس السبنت، يبقى هو الطبيعي ان هو هيبعت للجيت واي. فخلينا كده نشوف الاي بي باكت اللي هتطلع، اللي هي البينج يعني باكت الاي بي هيدر والايثرنت فريم هيبقوا شكلهم عاملين ازاي. طبعا عندنا السورس اي بي اللي هو بتاع اتش 2، ان ده السورس. عندنا الديستنيشن بتاع اتش 1 اهوت، السورس ماك اللي هو بتاع اتش 2 برضو، ان نغير اللون ده السورس ماك، ديستنيشن ماك بتاع الديفولت جيت واي اللي هي الاني كاست جيت واي اللي على الفابريك ايدج ده. اوكي تمام. هيبتدي الفابريك ايدج هيانترسبت البنج، او هو فعليا ان هو هيستقبل البنج وهيبتدي يبص جوه المسج، هيلاقي ريكوست من اتش 2 رايح ل اتش 1، وهو عارف ان اتش 1 مش موجود معاه في نفس السبنت. يبقى هو المفروض يعمل ايه؟ هو هيروح يسال الكنترول بلين نود عن طريق الليسب بمسج اسمها ماب ريكوست. احنا قلنا الليسب كان ليه 4 مسجز اللي هي ماب ريجستر وماب نوتيفاي، دولت بتوع المابنج او بتوع الريجستريشن او الهوست ريجستريشن او الهوست اونبوردنج زي ما شرحناهم قبل كده. وعندنا ماب ريكويست وماب ريبلاي، دولت بتوع الماب ريزولف اللي هو انا عاوز اشوف الهوست دوت تبع انهي ارلوك. فانا هبعت الفابريك ايدج دوت، هيبعت ماب ريكويست للكنترول بلين نود يقول لها لو سمحت هو هوست 1 ده اللي هو الاي بي دوت تبع انهي ارلوك. فهنا هتبتدي الكنترول بلين نود تبص عندها تقول اه ده الهوست 1 اي بي هو 4 وحايد، ده تبع فابريك ايدج 1. فيقول له ده تبع فابريك ايدج 1، تقول له شكرا. فترد عليه بماب ريبلاي تقول له ايه ده تبع فابريك ايدج 1. اوكي، ذا فابريك ايدج node upon receiving the map reply will install this entry into layer 3 forwarding table. هي عندها layer 3 forwarding table، هتقول ان ال 1.1.1.1 تبع rlock 1 او fabric edge 1. فيبقى هي مش كل مره هتبعت الاربع وحايد هتسال، لا هي هتعمل كاشنج عندها للحاجات اللي هي recently updated. اوكي، وبعد كده تقوم فابريك ايدج او فابريك نود فابريك ايدج 2 will now send the ping request received from host 2 to edge node fabric 1 in the overlay encapsulation it encapsulating it within with the layer 3 VN ID for that VRF. ديت layer 3 communication لان هما الاثنين في different subnet. فتقوم فابريك ايدج 2 عامل ايه؟ عامل VXLAN tunnel، باعت حاطط نفسه السورس والديستنيشن بتاع التانل فابريك ايدج 1، وحاطط الفي ان اي دي هي الفي ار اف بتاعته. ليه؟ عشان يتاكد ان ديت كوميونيكيشن ما بين تو في لانز او تو سب نتس جوه نفس الفي ان، جوه نفس الفي ار اف. طيب انا هنا استفدت ايه؟ بص، لما او هي بتتعمل يعني ازاي؟ الفي اكس لان هيدر لما يطلع من فابريك ايدج 2 هيبقى موجود جواه مثلا في ان اي دي مثلا 2000، فور اكزامبل 2000 ديت بترمز لايه؟ للفي ار اف اللي اسمها اي تي. المفروض مفيش حد
بره الفي ار اف اي تي ديت يكوميونيكيت مع في ار اف اي تي الا من خلال فيوجن راوتر بيبقى موجود بره الفابريك اصلا وبيبقى واصل عن طريق البوردر، زي ان شاء الله ما هنتكلم عنه، اتكلمنا عنه قبل كده وهنتكلم عنه اكتر قدام. ف هنا انا لما ببعت الفي ان اي دي او الفابريك ايدج، لما بيبعت الفي ان اي دي جوه هنا الفابريك ايدج 1 دوت يبتدي يتشيك، ده المسج ديت تبع الفي ار اف اللي اسمها اي تي. معنى كده لو الديستنيشن هوست بره الفي ار اف اللي اسمها اي تي ده في في ار اف تانيه، يبقى المسج ديت ويل بي دروبت، المسج ديت هتقع. طيب اول تشيك بيعملوا ايه في الفي ان اي دي؟ يتاكد ده الهوست 1 دوت تبع الفي ان اي دي فعلا اللي اسمها اي تي، تمام، يبقى دوت ينفع ان الترافيك يوصل. اوكي جميل. فهنا بيقول لك ايه، once traffic reaches edge 1 اللي هو ده اللي هو الجيت واي بقى بتاعت الديستنيشن، it will decapsulate the VXLAN header and based on the inner bucket details will do a routing lookup to send it to host 1. يعني هو عادي هيشيل بقى ال VXLAN header ويبص على الباكت، باكت عادية جدا يبعتها ليه host 1. فده كده السيناريو في حالة ان احنا عندنا التو يوزرز في different subnets. تمام. طيب نبتدي بقى نشوف ايه اللي هيحصل في حالة ان التو يوزرز في same subnet. اوكي وهنعرف دلوقتي حالا ايه الاختلاف. انا هنا عندي نفس السيناريو ان هوست 1 وهوست 2 هنا بقى belongs to same subnet، يعني الاثنين هوستس دولت في نفس السبنت. اوكي طيب ايه اللي هيحصل؟ طبعا هوست 2 برضو عاوز يعمل بينج على هوست 1، الطبيعي لان هما في نفس السبنت فهوست 2 عنده الاي بي بتاع هوست 1 بس ما عندوش الماك ادرس بتاعه، فهيبعت له ايه ارب ريكويست. الارب ريكويست هيطلع السورس اي بي بتاعه اللي هو ال H2 اي بي اللي هو الهوست 2 اي بي، والديستنيشن اي بي اللي هو الهوست 1 اي بي، السورس ماك اللي هو الهوست 2 ماك، والديستنيشن ماك اللي هو برودكاست كله افات. مين اول واحد هيوصل له المسج ديت؟ الفابريك ايدج اللي واصل عليه هوست 2. اوكي هنا خلي بالك هوست 2 ممكن يكون وايرد او وايرلس، مش فارقه مش فارقه، هي نفس الكونسبت بالظبط. اوكي هنا بقى المفروض ان في ارب ريكويست اتبعت، فابريك ايدج 2 فعليا ما يعرفش فين هوست 1 وما يعرفش الماك بتاعه، ما يعرفش حاجه، فهيعمل ايه؟ ايدج نود اللي هو فابريك ايدج 2 will intercept the ARP request from host 2 and then will contact the control plane to ask for MAC address of host 1. هي هتسأل على الماك ادرس بتاع host 1، فهتقوم الكنترول بلين عندها ايه؟ عندها ماك ادرس تو اي بي، انا عندي الاي بي بعته اصلا في المسج اللي جايه من هوست 2، هبص اربع وحيد ده الماك بتاعه ايهات. فتقوم هنا في بيهيفير غريب شويه، تقوم اول حاجه الكنترول بلين رد بايه؟ اي بي تو ماك بايندنج ريبلاي، تقول له بص الاي بي ده الماك بتاعه ده، وبعدها يقوم الفابريك ايدج دوت باعت مسج تانية ماب ريكويست يقول فيها ايه؟ طب جميل قولي لي بقى once the edge node fabric edge 2 gets the MAC address for host 1 it will again consult the control plane node to find out the location of this MAC address. يعني انا الاول طلبت الماك، جالي الماك، وبعد كده هبعت اقول لها ايه طب الماك ده بقى تبع انهي ارلوك، فبعت لها ماب ريكوست تاني. يعني انا هبعت الكلام ده مرتين، اول مره هسال عن الماك، تاني مره هسال الماك فين. طيب ليه ما بيتعملوش مع بعض؟ هو لليميتيشن معين في اي بي فيرجن 6، بصراحه انا ما دخلتش في تفاصيله، بس هي سيسكو فضلت ان هي تعمله عن طريق تو مسجز مع بعض عشان تبقى ستاندرد الاي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6.
فهيقوم الكنترول بلين نود زي ما احنا عارفين رد عليها تقول لها ايه ده الماك دوت تبع فابريك ايدج 1. يبقى انا الاول فابريك ايدج 2 سألت على الماك، تاني حاجة سألت الماك فين، فعرفت في النهاية خلاص انه تبع فابريك ايدج 1. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هتقوم هي الكنترول بلين نود رد عليها قايله لها ايه ده تبع الماب بالمسج اللي اسمها ماب ريبلاي تبع فابريك ايدج 1. The fabric edge node upon receiving the map reply will install the enter into layer 2 forwarding table. هيسجل برضو نفس الكلام دوت عنده في layer 2 forwarding table ان الماك الفلاني اللي هو كله اهد دوت تبع ارلوك اللي هو fabric edge 1. ليه؟ علشان يبقى فيه كاشنج لل الانتري دوت لو احتاجه بعد كده انه يبعت لنفس اليوزر ده تاني. وبعدين هيقوم بقى ايدج نود فابريك ايدج 2 will now convert the ARP broadcast it received from host 2 to a direct unicast. It will send it to fabric edge 1 in the overlay encapsulating it with layer 2 VPN for that subnet VLAN. هيقوم باعت واخد الـ ARP request دوت مفروضه unicast للفابريك ايدج 1. ولان هو في النهايه خلي بالك هو ده في النهايه لازم يجي له ريبلاي ارب ريبلاي، فهو هيعمل ايه؟ هو كان بيعمل الغلبه دي كلها ليه؟ عشان يعرف الريكوست دوت افروضه لمين. عرف خلاص ان هفروضه هنا وحط جواه اللاير 2 في ان اي اللي بتمثل الفيلان، عشان لازم الديستنيشن فابريك ايدج يتاكد ان الترافيك ده جاي من نفس الفيلان، لان ممنوع اللاير 2 كوميونيكيشن ما بين ديفرنت فيلانز، ده الطبيعي اصلا بتاع النتورك. تمام. وهنا خلي بالك ان الماك ادرس بقى بتاع الارب ريكوست لما هيتفرود لفابريك ايدج 1 هيبقى الديستنيشن ماك بتاعه مين؟ اتش 2. ده الانر باكت، دي هتبقى الانر باكت اللي هي متغلفه جوه الفي اكس لان هيدر. وبعد كده فابريك ايدج اف 1 اوبن ريسيفنج ذا ارب ريكوست ويل ديكابسوليت ذا باكت وهيفرودها للهوست 1. يبقى كده الارب ريكوست كانه راح من اتش 2 لاتش 1 على طول. The destination host 1 will unicast the ARP reply to host 2 وهتمشي بقى في نفس البروسيس بالعكس. هتمشي في نفس البروسيس بالعكس. فابريك ايدج 1 خلينا نغير اللون. فابريك ايدج 1 هيبعت لي خلينا نجيب الاخضر. هيبعت فابريك ايدج 1 هيبعت للكنترول بلين يسألها على الماك الاول بتاع اتش 2 وبعد كده الماك ده تبع انهي ارلوك ويقوم باعت له الترافيك يقوم دوت مفرود الارب ريبلاي. وبعد كده بقى ده بقى عنده كاش للهوست 1 اللي عند التاني وفابريك اتش 1 بقى عنده كاش للهوست 2. كده اي ترافيك ما بينهم هيروح على طول وهنا الكنترول بلين خلاص ما عادش حد محتاج يسالها عن حاجه. اوكي يبقى دلوقتي خلاص الارب از ريزولفت. ممكن بقى دلوقتي نعمل البنج بقى ريكوست وهتلاقي البنج ريكوست اشتغل على طول. اوكي حتى في البنج هنا هتلاقي الانر باكت بتاعت البنج، يعني البنج جاي من اتش 2 ل اتش 1. بص بقى في الانر باكت السورس اي بي اللي هو طبعا اتش 2 اللي هو سوري هوست 2 والديستنيشن اي بي اللي هو هوست 1 والسورس ماك اللي هو هوست 2 والديستنيشن ماك اللي هو هوست 1. طب الاوتر باكت السورس اي بي الار لوك بتاع فابريك ايدج 2 الديستنيشن اي بي الار لوك بتاع فابريك ايدج 1 يبقى ادي الديستنيشن السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طيب السورس ماك الفابريك ايدج 2 ماك اللي هو الماك بتاع ده. طيب والديستنيشن ماك شوف بقى مين بقى النكست هوب الفعليه اللي هي مثلا هيبقى هنا الانترميديت نود او مين اللي في طريقي لحد ما اوصل للفابريك ايدج 2 ده، فهتبقى النكست هوب ماك اللي هي الانترميديت نود. او والله لو الاثنين فابريك ايدج واصلين بينهم دايركت كونكشن which is not recommended by the way في الاس دي اي هيبقى هو الماك ادرس بتاع الفابريك ايدج 1 على طول. فخلاص اول بقى ما الترافيك هيوصل في الفي اكس لان لفابريك ايدج 1 هيبتدي يفروضه لهوست 1 والترافيك يرجع تاني في الريفرس دايركشن.
اوكي، لو في اي اسئله او اقتراحات او اي حاجه يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناه. شكرا، اشوفكم ان شاء الله السبت الجاي. سلام عليكم.